فيلم اللي جود مورنينج مستر. هيا هيا يا ماجد. قولي لي بقى يا ست، جوزك مزعلك في ايه؟ خليه اقول لك يا اخويا. ماشي قول انت يا سيدي. يعني اختك ما قالتلكش انا اللي اقول لك يعني؟ الراجل فعلا عنده حق. والله انا الصراحه اتكسف اقول. اختي بصي بتتكسف يعني عيب. ما تخلص يا عم الدلوعة. How old are you? I am fine, thank you. طب يا بجد تهدي الدنيا بقى. عشان انت متخلف. ها هيا يا ماجد، نحن نحبك حقا، نحبك جدا يا ماجد. ده ابو ماجد ده ولا ابو ماجد ده؟ محبوب بجد والله. محبوب بجد بتقلق. هيا يا ماجد، طريق الكره دي، طريقها يا ماجد. الاخوات ماجد بقى، الاخوات ماجد. ايه ده ايه يا رامي؟ في ايه؟ هي ايه؟ رامي. رامي؟ اه ده ارفع حاجه في علاقتكم اسمه طبعا. بقول لك انت هتتسير معايا. انا عايزك تجيب لي سرير لونه بينكي. بينكي؟ هو انا سمعت صح ولا انا عشان بس عندي دور برد؟ لا سمعت صح. بينكي لونه ايه؟ بينكي. بيني وبينكي اللون ده خلصان. انا بقول لك انت زي بينكي. اسمعي يا حبيبتي، ثمنه على وصول. الله، انت مالك معلقه ليه كده؟ على وشك. ايه تطفيت على ايه؟ معلش معلش عايزين نجرب. معلش معلش جالي مرض مش عارف اتعالج. معلش يا سلام، ده انا بكلم امي. انت هتقول لي تفتك يا فقير. ان شاء الله ربنا يديني. اهدى يا طارق بقى. باذن الله ربنا يديني وادوس على وشك باذن الله. بقول لك ايه، اعترفي يا بنت. قلت لك مش هتروح. ايه ده؟ تضربها ليه؟ ايه يا استاذ؟ اقعد هنا عشان انا ايه مش هتروح النهارده. اقعد هنا. انت ايه يا ابني؟ عايز تجيب لي ذبحه؟ وحضرتك يعني قول المخرج مات في مشهد. معلش انت قفشت اسرائيلي بجد. ايه النص ده؟ والله 7 سنين مفيش الا 3 بنات بس. حاجه اعوذ بالله. اعوذ بالله. في ايه؟ في ايه؟ ما انت عارف ان انت غلط. ضربتها ليه بالاله؟ خد بالك. ايه ليه يعني؟ جد ابوك كانت مجام عمك والعم اب صح؟ يعني ايه؟ يعني لو ابوك ما ربكش انا ممكن اربيه. شفت لفه الدنيا ازاي؟ ايوه صح. شفت لفتها ازاي؟ بس ما تنساش ان انا ابن وعايش في اوروبا، يعني ما تربيتش، يعني اضرب اي حد.